الذي له العزة والجبروت، وبيده الملك والملكوت، وله الأسماء الحسنى والنعوت، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي العربي المكتوب في التوراة والإنجيل المنعوت، وعلى آله وأصحابه الذين لهم في صحبته واتباعه الأثر البعيد والصيت، صلى الله عليه وعليهم من اتصل بالإسلام جدهن الخوت، وانقطع بالكفر حبله المبتوت، وسلم كثيرا. أما بعد أحبتي في الله، بادئ ذي بدء أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم. قوله سبحانه وتعالى الحي والميت، هذا في نظرنا نحن وعلى حد فهمنا وعلمنا للأمور، وإلا فكل شيء في الوجود له حياة تناسبه، لا يوجد موت حقيقي إلا في الآخرة. كل شيء في الوجود له حياة تناسبه، ولا يوجد موت حقيقي إلا في الآخرة التي قال الله فيها: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه. فضد الحياة الهلاك. ضد الحياة ماذا؟ الهلاك، بدليل قوله تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وما دام كل شيء هالك إلا وجهه تعالى، فكل شيء بالتالي حي، لكنه حي بحياة تناسبه، وإن كنا لا ندركها للحياة. لماذا؟ لأننا نفهم الحياة في الأحياء فحسب. نحن نفهم الحياة في الأحياء فحسب، إنما هي في كل الحياة في كل شيء. أما كونك لا تفقه حياة هذه الأشياء فهذه مسألة أخرى. ولذلك سيدنا سليمان عليه السلام لما سمع كلام النملة وكيف أنها تفهم وتقف ديدبانا وحارسا لجماعتها، وأنها تفهم لغة يعني حركة الجيش وعاقبة الوقوف في طريقه، فحذرت جماعتها. ماذا قالت لهم؟ ادخلوا مساكنكم. وكيف كانت واعية وعادلة في نفس الوقت، كانت هذه النملة كانت واعية وعادلة في قولها. ماذا قالت؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فهي تعلم أن الجيش لو حطم النمل فهذا عن غير مقصد منهم، تفقهوا هذا بين قوسين أحبتي في الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه للمقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد،
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم. قلت أحبتي في الله بالله التوفيق، وهذه النملة هي تعلم أن الجيش لو حطم النمل فهذا عن غير مقصد منهم. وعندما نقرأ قوله تعالى لا يحطمنكم سليمان، وهذا بين قوسين باب تهميم الفائدة، لا يحطمنكم، لماذا وظف الله تعالى كلمة التحطيم هنا؟ أتعلمون لماذا؟ لأن إعجاز العلم أثبت أن المظهر الخارجي للنمل هو صلب كالزجاج، وإلا نحن نعلم أن التحطيم يكون للشيء الصلب، أليس كذلك؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده. كلمة التحطيم هنا الله عز وجل، لا ننسى أن المتكلم هو الرب، والرب سبحانه وتعالى ما دام هو المتكلم فلا يعطي لكل كلمة إلا واسمها، ولا يضع كل لفظة عفوا إلا في موضعها وإلا في محلها، فالكلام المتكلم هو سبحانه وتعالى. ولذلك لما أحس سليمان بنعمة الله عليه وبأنه يعلم ما لم يعلمه غيره من البشر، ماذا قال؟ قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إذن فقوله سبحانه وتعالى يخرج الحي للميت، هذا في عرفنا نحن وعلى حد وقدر فهمنا للحياة وللموت. ثم يقول سبحانه ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت. شيء ماذا؟ الميت والحي طباق. الله يجازيك بخير، طباق. وهذا فرح الطباق معنى مثلا، وهذه راح في الدروس يا هم الطباق صح. ما جزيه النهار جناس، معنى جناس. الله يجازيك بخير، جناس ويشتق. وكل مرة من رجل شيء صغير جناس والاشتقاق، لماذا؟ لأنه ذكر المصدر وذكر الفعل. جناس الجناس والاشتقاق، يقول مثلا المصدر الأصل اشتقاقي، فهمتي؟ يقول الأصل اشتقاقي يعني هذا المصدر أصل اشتقاقي، يقول ما هو الأصل الاشتقاقي للاتصال؟ اتصل. ما هو الأصل الاشتقاقي للأكل؟ أكل. مثلا وهكذا. أصل الشقة بحال يقول لك واعطيني الفعل، مزيان؟ عندما يذكر الفعل ويذكر المصدر مثلا يقال له يعني جناس، ماذا؟ جناس الشقة. والجناس ما فيه التام وغير التام، عندما يعني يكون هناك توافق بين جميع الحروف يسمى بالجناس التام، وعندما يكون هناك توافق في بعض الحروف جناس ناقص أو جناس غير التام. الله تعالى نقل ويخرج الميت من الحي ويخرجه في موضع آخر، ماذا قال؟ يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، مخرج. فجاء بالفعل، فجاء هنا باسم فاعل مخرج، يعني ما كان الفعل مضارع. ولذلك وقف عندها المشككون في أصول القرآن، وهذه طبيعة وديدانهم. ماذا قالوا؟ لو إذا كانت إحداهما بالغة فالأخرى غير بالغة. إذا كانت إحدى يخرج الحي من الميت ويخرج، إذا كانت هذه بالغة فالأخرى مخرج غير بالغة، أو الثانية بالغة والأخرى غير بالغة. وهذا منهم نتيجة طبيعية، لماذا؟ لعدم فهمهم للغة القرآن، وليست لديهم الملكة العربية التي تستقبل كلام الله. ونحن ماذا قلنا إن المتكلم رب يعطي كل كلمة واسمها، ويضع كل لفظة موضعها الذي لا تؤديه كلمة أخرى أو لفظة أخرى. وعندما نقرأ قوله تعالى ويخرج الميت من الحي، هذه في مصلحة من؟ في مصلحتنا نحن. لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه يحب الحياة، أليس كذلك؟ ويحب الحياة، وربما استعلى بها واغتر بهذا الاستعلاء،
كما قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولذلك يذكره ربه بالمقابل. فأنا يقول الرب سبحانه وتعالى: فأنا كما أخرج الحي من الميت أخرج الميت من الحي، فاحذر وفهم. وإياك أن تستكبر أو أن تتعالى. وهذه الحياة هي موهوبة لكم من ربي، موهوبة لكم من ربي، قد يسحبها منك في أي لحظة، في أي لحظة قد يسحبها منك. هذه الحياة التي أنت تستعني بها وقد تستكبر وتتكبر. إذا تكبرت فتكبر واستكبر بشيء ذاتي فيك، ليس بشيء مغوري لك. أليس كذلك يا أخوة؟ إنسان عندما يستكبر، عندما يستكبر يستكبر بشيء ذاتي فيه، ليس بشيء مهم له. فلماذا الإنسان يتعالى ويستكبر ويتكبر على الآخر؟ لهذا فالله عز وجل قال يعني يخرج الحي من ميت ويخرج الميت من حي. وكما قلت لكم وقد عبر عن هذا المعنى بالفعل المضارع يخرج، الدال على ماذا؟ الدال على التجدد والاستمرار. دائما عندما تقرأون قوله يعني كلمة يعني عبارة فعل مضارع، يعني فعل مضارع يدل على ماذا؟ الفعل المضارع يدل على التجدد والدوام والاستمرار. فعبر عن هذا المعنى مرة بالفعل المضارع يخرج الدال على التجدد والاستمرار، ومرة يعني عبر عنه باسم الفاعل مخرج الدال على ثبوت الصفة وملازمتها للموصوف لا مجرد حدث عارض. نحن نتحدث الخوت لا نتحدث فقط عن قدرة الله، من صفات الله القدرة، ولكن نتحدث عن طلاقة قدرته سبحانه وتعالى. لا ننسى هذا الأمر، الله تعالى قادر فعلا، له القدرة، ولكن له القدرة المطلقة، له طلاقة القدرة. وقرأوا معي إن شئتم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله. في نظرنا نحن أحبتي بالله، في نظرنا نحن الحياة تسبق الموت، أليس كذلك؟ الحياة هي تسبق الموت، ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقتل في الإنسان ماذا؟ صفة الاغترار بالحياة، فجعله يستقبل الحياة بما يناقضها. فقال: الذي خلق الموت والحياة، قدم الموت على الحياة، قدم قبل أن كأن الله تعالى يقول لك قبل أن تفكر في الحياة تذكر الموت حتى لا تغتر بها ولا تستعلي على الآخر. ثم علينا أن نتأمل أحبتي في الله. وقبل ذلك، قبل التأمل، لا بد أن نشير إلى ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من. قال رضي الله عنه وأرضاه: يعني يخرج من الإنسان ماء ميتا فيخلق منه بشرا. وذلك قوله تعالى: يخرج يعني الميت من الحي. وقوله سبحانه: يخرج الحي من الميت يخلق من الماء بشرا، هكذا قال يعني في السنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم احبتي في الله، الا نرى ان الحق سبحانه وتعالى لم يجعل للموت سببا من اسباب العمر والسنين، لم يجعل للموت سببا من اسباب العمر والسنين. واحد يموت قبل ان يولد، وواحد يموت بعد شهر أو عام، وآخر يموت بعد عدة أعوام، وآخر يموت بعد مئة عام. إذن فالمسألة أحبتي في الله لا ضابط لها إلا ماذا؟ لا ضابط لها إلا أقدار الله وأجله الذي أجله سبحانه وتعالى. وهذا فيه إشارة لماذا؟ إشارة للإنسان احذر، فقد نسلب منك الحياة التي تنشأ منها غرورك، قد نسلب منك في أي لحظة ودون أن تدري ودون سابق إنذار أو مقدمة. فاستقم على منهج الله، استقم على منهج الله، ولا تشترع المعصية. لماذا؟
لأنك قد تموت قبل أن تتدارك نفسك للتوبة. ولذلك يقولون إن الحق سبحانه وتعالى حين أبهم وقت الموت فقد بينه بالإبهام غاية البيان. أعيد هذا، يقولون ماذا يقولون؟ إن الحق سبحانه وتعالى حين أبهم وقت الموت بينه بالإبهام غاية البيان. كيف ذلك؟ قالوا لو أن الحق سبحانه وتعالى قد حدد لك موعد الموت لكنت تستعد له قبل أوانه، لكن حينما أبهم جعلك تستعد له كل لحظة من لحظات حياتك. لهذا بعدها يقول سبحانه وتعالى ويحيي الأرض بعد موتها، وفي موضع آخر ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، صدق الله عليه. هذه الأرض كانت ميتة جامدة هامدة جرداء لا أثر فيها لحياة، فلما نزل عليها الماء وسقها المطر تحركت واهتزت وأنبتت من كل زوج بهيج، وهي نموذج حي مشاهد للخلق والحياة، مشاهد. في آية أخرى يقول سبحانه ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. أحبتي بالله، هل هذه الأرض هل اخضرت ساعة نزل عليها المطر؟ لا، بعد لحظة. وكأنه سبحانه وتعالى يقول لك لاحظ الحدث، ساعة يوجد واستحضر صورته. فبعد نزول الماء ترى الأرض تخضر تدريجيا، وإن لم تبذر فيها شيء ففيها بذور حملتها الرياح لتستقر في التربة، تستقر في التربة ولو لبعض ولو لتوسم ولو مرت السنون، هذه الأرض ستظل صالحة للإنبات. ماذا تنتظر؟ تنتظر الماء لتؤدي مهمتها، لتؤدي عفوا مهمتها. فلا أقل، والذي يعيش في الصحراء يشاهد هذه الظاهرة، أو الذي عاش في الصحراء يكون قد شاهد هذه الظاهرة. إذن فإياك أن تظن أن الزرع ما يزرعه الإنسان، إياك أن تظن أن الزرع ما يزرعه الإنسان. وإلا من أين أتت من أين أتت أول بذرة زرعها الإنسان؟ إذن ماذا نقول؟ نقول هناك زراعات لا دخل للإنسان فيها، لا دخل للإنسان. ولنقرأ أحبتي في الله قصة مريم. قال الحق سبحانه وتعالى يا مريم، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. فالاستغفاء الأول لم يقل على من، لم يقل على من، والمعنى اصطفاك على الخلق جميعا بأن طهرك وجعلك ماذا؟ وجعلك قوامة تقية صالحة. أما الاصطفاء الثاني لم يكن على الخلق جميعا وإنما كان على النساء. لماذا؟ لأنها قد تفردت عن نساء العالمين بأن تلد بغير ذكورة. وقد يقول قائل منكم ما علاقة هذا الكلام بما أنت بصدده؟ وأقول لهذا السائل ربما الذي طرح السؤال في قراءة نفسه، أقول يا أخي تمهل. الشاهد عندي أن يوسف النجار لما لاحظ على مريم علامة الحمل وهو يعلم من هي مريم وأنها لم تفارق المحراب طوال عمرها لم يرد على ذهني المعنى الثاني، وهو يريد أن يستفهم عما رأى فسألها بأدب يا مريم أتوجد شجرة بدون بذرة؟ اسمعي شو الأدب، يا مريم أتوجد شجرة بدون بذرة؟
فقالت وقد ألهمها الحق سبحانه وتعالى: نعم، الشجرة التي أنبتت أول بذرها. إذن فالحق سبحانه وتعالى حين يمتن علينا بالشيء ويمنع علينا بالشيء يذكرنا بقدرته تعالى على سلبه وعلى نقيه حتى لا نغتر به. وهذه ليست في مسألة الحياة والموت، إنما هي في النبات وفي الماء وفي النار. واقرأوا وتدبروا قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إلا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من مزل أم نحن مزلون. لو نشاء لجعلناه أجاجا ألا من يحفظ القرآن حفظا متقنا ماذا سيقول في قلب نفسه؟ إن الأستاذ قد أخطأ، لا توجد لام التوكيد. الله سبحانه يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من مزيد نحن مزيدون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. لو نشاء لأطفأناها. ليس قرآنا نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. أحبتي في الله، نلحظ في الأداء القرآن في هذه الآيات ماذا نلحظ؟ الدقة في استخدام لام التوكيد في قوله لجعلناه في الحديث عن الزرع. لماذا؟ لأن للإنسان دورا فيه بحيث يحرث ويغرس ويسقي وربما ضم لنفسه قدرة عليه. فقال سبحانه: لو نشاء لجعلناه حطاما. لكنه سبحانه وتعالى لما حدثنا عن الماء ذكر ما ينقضه. ماذا قال؟ لو نشاء جعلناه أجاجا بدون لام التوكيد. أتعلمون لماذا؟ لأن الماء لا دخل لأحد فيه ولا يدعيه أحد، فلا أنت بخرت الماء ولا أنت أنزلت المطر. لذلك قال سبحانه: جعلناه بدون توكيد. لكن لما حدثنا عن النار كنعمة من نعمه سبحانه وتعالى لم يذكر ما ينقضها، فقال سبحانه: أفرأيتم النار التي تورون أنتم وأنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. لم يقل مثلا لو نشاء لأطفأناها. ترى لماذا؟ قالوا: لتظل النار ماتنة أمامنا على حال اشتعالها لا تخمد أبدا. وكأنه سبحانه وتعالى يلوح بها لكل عاص عله يعود إلى الجادة وإلى الطريق المستقيم. ونحن نقول هذا والله أعلم بمراد خطابه. لا ننسى أن المتكلم هو سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يقول: وكذلك تخرجون. هذا تذييل وكذلك تخرجون، قصد به تقريب إمكانية البعث من العقول والأفهام ومعنى. وكذلك يعني ما سبق إشارة إلى ما سبق ذكره من إحياء الأرض بعد موتها، كمثل ذلك تخرجون وتبعثون. ومن أنكر البعث فلينظر عملية إحياء الأرض الجامدة بالنبات بعد نزول المطر عليها. هذا وخير ما نختم بالكلام ونجعله مسك الختام. الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين.
إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.